بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان شاء الله النهارده هناخد درس جديد من دروس المايه، وهنعمل شكل ازازه. بس في حاجتين احب اكد عليهم قبل ما نبدا الدرس. لو حد بيجي يشتغل معانا لاول مره او اول مره تستخدم برنامج المايه، نتاكد او نفتح قائمه كرييت، وفي هنا عندي بولوجين بيرميتيفز، واتاكد ان انتر اكتف كرييشن معمول لها علامه الصح او التشيك بوكس دي. دي اول حاجه. تاني حاجه، هدوس على الموف تول، دبل كليك، ظهرت القايمه دي اللي هي التول سيتنجز. اتاكد من السمارت دوبليكيت سيتنج، الشيفت بلس دراج تو اكسكيوت كومبوننتس، وشيفت بلس دراج تو دوبليكيت اوبجكت، الاثنين معمول لهم التشيك بوكس. طيب هنيجي اول حاجه، هناخد هنا السلندر واجي هنا، اطلع كده. بقول لكم احنا واخدين دي ليه، مع ان احنا مش هنستخدمها في حاجه، ولكن احنا بس هنرسم عليها الشكل بتاعنا. وبعد كده بدوس كرييت بولوجين بيرميتيفز، واختار الهيليكس، واختار برضو نفس الموضوع هنا كده، واطلع لفوق. علشان طبعا بدوس سبيس علشان اطلع من الـ البريفيو اللي انا فيها دي، ويجي لي الاربعه بريفيو. اي بريفيو فيها بقف كده بس بالماوس عليها وادوس سبيس، هي اللي تفتح قصادي. طيب دلوقتي انا عايز اجيب الهيليكس دي في السلندر دي، اجيبها في نص السلندر. شايفين الجزء ده المربع بقى ايه، على شكل دايره، واقف عليه كده واسحبه وانزل بيه لتحت، واشيل صباعي العادي من على الفي، مفيش مشكله، واتحرك كده بيجيب اي نقطه معمول لها سناب عندي في المكان. فانا جبتها هنا في النص زي ما انا عايزها. طيب ادوس سبيس وارجع تاني للبرسبكتيف بتاعي، وبعد كده بروح هنا للحاجة بتاعتي هنا، وبعد كده باجي ادوس حرف الار وابتدي اوسع الحاجة بتاعتي. طبعا ده الايه، الهيليكس. واجي هنا، في هنا البولي هيليكس، هو ده اللي انا بستخدمه. الكويل بتاعي هنا طول لما انا شغال كده، بص كده بكبر وبصغر زي ما انا عايز على حسب الشكل اللي انا عايزه. اوكي، ممكن نخليه 3 من 6 بالشكل ده. وال السب ديفيجن اكسس دي بخليها 8 زي ما هي، والسب ديفيجن كويلز بخليها الحجم اللي انا عايزه على حسب الشكل. اوكي خليه كده 24. وطبعا الراديوس بصغره للحجم اللي انا عايزه، وبنزل كده بدوس حرف الار واطلع كده عشان بس اشوف انا شغال ازاي، وناخد دول كلهم ونطلع بيهم لفوق. طيب الحجم كده كويس، مفيش مشاكل. هاجي ده وارميه، انا مش عايزه. طيب هاجي بقى الشكل بتاعي ده، كليك يمين وانا واقف كده وادوس فيس، وبعد كده اختار هنا واجي الناحية التانية واشيل دي. طيب هنيجي هنا واختار دي، الفيس ده والفيس اللي جنبه، ديليت، والفيس ده والفيس ده، وديليت، وبعد كده الفيس ده وديت، وبعد كده برضو الفيس ده وديت. طبعا واحنا بنعلم بندوس
شيفت طبعا يا جماعه. طيب هنيجي هنا ندوس بعد كده كليك يمين وبعد كده بدوس ايدج، بختار هنا عند الايدج اللي تحت ده واختار وانا دايس على شيفت ادوس الايدج التاني ده، وبعد كده بنيجي هنا للايديت ميش وبعد كده بدوس بريدج. طبعا لما حد يشوف شكل البريدج كده ما يقلقش، الموضوع سهل. باجي هنا وادوس صفر وبعد كده باجي هنا برضو بعلم هنا وبعد كده بعلم الناحية التانية وبدوس ممكن حرف الجي بيعمل ريبيت لنفس الاخر امر انا خدته، واجي هنا واحط صفر. طيب وبعد كده بختار هنا ادوس هنا وانا دايس على الشيفت دبل كليك اعلم لي كلهم. طبعا الجزء ده معمول له ايدج فطبعا انا مش محتاج ان انا اعلم على دي، بشيلها واللي فوق دي برضو بشيلها. وبعد كده بدوس حرف الجي واجي هنا بدوس صفر. كده خلاص بقى الشكل معايا زي ما احنا شايفينه كده، الموضوع سهل طبعا. باجي بعد كده بدوس هنا دبل كليك فعلم كل الايدج بتاعي وعلم الخمسه دول. طبعا الخمسه دول انا مش عايزهم فطبعا بدوس شيفت بدوس عليهم عشان يتشال كده. تمام. طيب هاجي هنا وادوس حرف الدبليو وطبعا انا دايس على الشيفت بطلع كده واحده. طبعا كده في حاجه هنا عندي مش مظبوطه، ادوس هنا شيفت واشيل دي كمان. طيب ادوس كده شيفت واطلع لفوق ادي واحده وبعد كده هنا واحده بطلع كده لحد هنا في النص وبعد كده باجي دي هنا وبعد كده بطلع هنا كده. كل ده وانا دايس على شيفت يا جماعه مفيش اي مشاكل عندي. طيب وهاجي على الجزء اللي تحت ده خلاص كده ادوس بقى هنا وعلم ده خلاص. انا شلت ايدي من على الشيفت ودبل كليك على الايدج التاني علمهم كلهم، اعلم على ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده وعلى ده كويس. وانا دايس حرف الدبليو وادوس شيفت وانزل ادي واحده وبعد كده باجي هنا وبعد كده باجي هنا وباجي هنا كده وبعد كده هنا يا جماعه هاجي كده واخد دي كده باخد دي. اهم حاجه عندي كل لاين يكون جنبه الخط بتاعه. طيب لحد كده تمام. طيب هنيجي كليك يمين وندوس فيرتكس وبعد كده هقول هنا مش تولز واختار تارجت ويلد وبعد كده هنا هاجي على دي واسحبها على اللي جنبها واجي هنا اسحبها على اللي جنبها واجي هنا اسحبها على اللي جنبها وهنا اسحبها على اللي جنبها هنا اسحبها على اللي جنبها وبرضه نفس الموضوع دي كده. اوكي. طيب هنا برضو دي واسحبها على اللي جنبها هنا واسحبها على اللي جنبها واسحبها على اللي جنبها نفس الموضوع نفس الموضوع لحد كده تمام. طيب هاجي هنا كليك يمين واختار فيس عادي بعد كده بختار مش تولز واختار مالتي كات وبعد كده باجي هنا ادوس هنا وادوس كده وبعد كده ادوس كده وبعد كده ادوس كده ادوس كده وبعد كده ادوس حرف الكيو بقى متعلم الفيس عادي اخد دي ودي ودي وانا جاي الشيفت طبعا وديليت. خلاص كده خلصت الجزئيه دي.
اجي هنا على الجزء التاني ده، ادوس حرف الجي واعلم هنا، وبعد كده بعلم هنا، بعلم هنا سنة، وبعد كده بعلم هنا كده، بعلم هنا، ادوس حرف الكيو خد لي هنا خلاص الفيس عادي ودلته كويس. طيب هنيجي بقى حاجة تانية جديدة النهاردة هناخدها في المش تولز، في حاجة اسمها ابند تو بولجن، بختار دي. ركزوا بقى معايا في الجزئية دي، لما انا باجي ادوس على الايدج ده، اول ما ادوس هنا شايفين هنا يا جماعة اتجاهات السهم عامل ازاي، ده السهم اتجاهه كده 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 وشغال السهم بتاعي. انا دلوقتي الايدج ده انا حددته، ما ادوس عليه تاني، ادوس على الايدج ده هنا بعلمها، واجي هنا وعلمت خلاص، انا علمت هنا، وبعد كده بدوس انتر خلاص، ادوس كيو تاني زي ما انا، ادوس حرف الجي، وبعد كده بدوس هنا، انا دوست هنا خلاص حددت الضلع ده، بدوس هنا وبعد كده بدوس هنا حددهولي، بعد كده بدوس انتر. شايفين الشكل عامل ازاي؟ طيب كويس. نيجي هنا تاني وادوس حرف الجي، او عشان نركز تاني مش تولز، وبعد كده اختار ابند تو بولجن تاني، ادوس هنا واخترت هنا لحد هنا كده، ادوس انتر، هدوس حرف الجي، دوست على ده، لا كده دوست هنا الجي، دوست هنا، دوست هنا، دوست هنا، بعد كده انتر. لو احنا هنا دوسنا ثلاثة، بصوا شايفين كده الشكل بقى عامل ازاي، ادي شكل الازازة بتاعتي من فوق، شايفين الشكل الجميل بتاعها عامل ازاي، جميلة طبعا مظبوطة. ندوس عليها تاني، ندوس واحد عشان نرجع للشكل بتاعنا الطبيعي، وبعد كده هاجي هنا للفرونت واخترت الشكل كده، وبعد كده اختار مش تولز، وبعد كده مالتي كات، وبعد كده اجي هنا دوست، وبعد كده اجي هنا دوست هنا، وبعد كده ادوس شيفت خلاص وادوس انتر كده، خلاص قص الجزء اللي فوق ده، اكبر كده عشان اقدر اشيله، كليك يمين وفيس وادوس كيو طبعا، واجي كده ادي كل الشكل اللي قدامي ده اشيل دي، ولو في حاجة زيادة ممكن تتشال كده واضحة اهي نشيلها. طيب هاجي هنا للجزء اللي تحت، ادوس جي الكات، واجي هنا اهو، ادوس شيفت وانا ماشي كده، بدوس شيفت علشان ياخد لي اللاين يخليه لاين مستقيم، وبعد كده ادوس انتر، بكبر عشان اقدر اجيب المساحة بتاعتي مظبوطة، وادوس حرف الكيو عادي، وبعد كده هنا طبعا مختار فيس، وبعد كده اخترت الجزئية دي كلها انا مش عايزها، ارمي، امسح، ديليت 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 ديليت، بعد كده الاوبجكت، دوس ثلاثة، ادي شكل الازازة بتاعتي من فوق، كويسة جدا مفيهاش اي مشاكل. طيب ندوس تاني واحد، كليك يمين، ندوس اتش، ونيجي هنا كليك هنا ودبل كليك على جنبه، وبعد كده بدوس حرف الار، او ندوس حرف الدبليو الاول، ينزل كده سنة
بعد ادوس حرف الار، نعمل كده الازازه بتاعتنا، ادوس حرف الدبليو او انزل كده الاول، وبعد كده ادوس حرف الدبليو وانا دايس شيفت، ادي واحد، انزل بقى ايه شكل الازازه بتاعتي زي ما احنا كده شايفين. كل ده وانا دايس شيفت، بعد كده بعلمها كلها، ادوس حرف الار عادي واصغرها واطلع كده، وبعد كده تاني بدوس ايدج واجي هنا ادوس على ده، ادوس على اللي جنبه دبل كليك وادوس حرف الار وده الشيفت، ادي واحدة، بعد كده شيفت تاني، وبعد كده زي ما احنا كده شايفين، وممكن اطلع كده سنة طيب. خليها بعد ما نعمل اللي جوه نيجي هنا كليك يمين كده ودوس هنا فيرتكس، وبعد كده بعلم كل دول، وبعد ما بعلمهم باجي هنا في ال الايديت مش، وبعد كده بدوس ميرج، واجي هنا الديستنيشن بختاره هنا عندي بواحد، اجي كده قفل هنا الجزء عندي، وبعد كده هنا باجي الزي وادوس حرف الدبليو واسحبها لفوق كده، يعني شكل كده شكل جميل زي ما احنا بنقول. نيجي هنا بقى واحنا شغالين في حاجات صغيرة كده لازم نأكد عليها، كليك يمين ودوس ايدج، الايدج ده دبل كليك عليه واشيله، اي واحد ممكن يبقى زيادة ممكن اشيله مفيش مشكلة، ده دبل كليك او اللي جنبه، واجي هنا ده دبل كليك واشيل، اتشال معايا هنا، وبعد كده هنيجي هنا اللاين ده دبل كليك نمسح، لحد كده مفيش مشاكل. هاجي هنا اعلم على الشكل بتاعي كله، دوس رقم 3 اوبجكت. طيب الاوبجكت ده يا جماعه احنا شغالين كده في حاجات هنا في الرسمه معايا شايفين الجزئيات دي، كده معنى كده ان في هنا حاجه مش مظبوطه. طيب خلينا نعمل كده وندوس كليك يمين فيرتكس، ادي الحاجه اللي مش مظبوطه ان في عندي هنا فيرتكس زياده، بص اول ما اجي اشيل بتاخد الشيب بتاعها تاني مظبوط، هاجي هنا واشيل، طول ما احنا شغالين في الرسمه بتاعتك لازم
تنظف. شايفين هنا اهي، طول لما احنا شغالين اللسنة بتاعتنا لازم ناخد بالنا منها كويس جدا اهي. ادوس ثلاثة تاني او كليك يمين اوبجكت، ادوس ثلاثة في هنا او حاجة هنا، كليك يمين فيرتكس اهي، نشيل كل دي الزيادات. اوبجكت تاني، نيجي كده لسه في هنا اهو، فيرتكس. الرسم دايما يا جماعة او التصميم بتاعنا بيبين لنا ان في حاجة عندنا مظبوطة او مش مظبوطة. ما نقلقش، الموضوع سهل. اه طبعا بياخد وقت، ولكن بتطلع حاجة او تطلع شغل مظبوط. بنعلم وبندلت على طول. كليك يمين اوبجكت، وبعد كده بدوس ايديت مش واختار اكسترود. السهم ده كده كيو اوبجكت، شايفين هنا شكل الازازه هنا عامله ازاي. بعد كده في عندي بقى حاجة جديدة هناخدها النهاردة. في عندي ال دي فورم، بعد كده عندي نون لينير، وبعد كده اختار تويست. لما ادوس هنا على تويست في عندي هنا الهاي، بس خليني هنا اجيب الاول الشكل ده والفيس عشان نشوف احنا شغالين ازاي. باجي كده واختار التويست تاني، علشان اقدر اشتغل على الحاجة اللي انا عايزها. وطبعا الحاجات اللي احنا اشتغلنا بيها التويست اخر حاجة اهي. هاجي هنا على الهاي ده، انا هخليه مثلا من هنا، وبعد كده اللو، اوكي ممكن اللو اخليه من هنا، وبعد كده اقول هنا الستارت انجل اخليها كده.
ادوس هنا كده، بعد كده ادي الشيفت ادوس هنا، ادوس هنا كده، ادوس كده، ادوس وانا ادي الشيفت ادوس كده وشيفت، كل ده وانا ادي الشيفت يا جماعة. على طول ادوس هنا دبل كليك، ادوس هنا دبل كليك، بعد كده هنا دبل كليك زي ما حضرتك كده شايفين، ادوس هنا ودبل كليك، ادوس هنا ودبل كليك. ادوس حرف ال W هنا، وبعد كده باجي لده سنة كده صغيرة، وبعد كده لجوه سنة، وبعد كده بدوس هنا Object وجاب لي الشكل زي ما احنا كده شايفين. الشكل اللي هنا ده، وبعد كده هنا باجي كليك يمين فيس وادوس هنا، وعلمت كده ادوس هنا زي ما دايس حرف الار وادوس شيفت واعمل كده، كليك يمين اوبجكت، وبعد كده خلاص ادي كده الشكل معانا النهائي. ما اعتقدش ان انا محتاج اعمل فيها حاجه، واتاكدت ان انا الشروط بتاعي كده كله مظبوط. هاجي هنا بعد كده edit delete by type delete all by type، اختار history باجي كده قدامي، ادي شكل الإزازة بتاعتي بالشكل النهائي زي ما احنا شايفين. أتمنى إن شاء الله يكون التصميم عجبكم، ولو حد عنده استفسار ما ينساش يبعته. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.